مسائية مستمرة. ورجل الأعمال والفنان محمد علي يقول إنه تواصل مع قيادات المعارضة في الداخل خلال دعوته للتظاهر في 25 يناير، لكن القمع منعهم من النزول. سمعت إن في معارضة محترمين، وسمعت إن في معارضة على اتصال بالنظام في مصر، والنظام مطلعهم برا عشان يرهقونا أو يجيبوا معلومات وأسرار، فبيطلعوا في شكل معارض. قال الفنان ومقاول الجيش المصري السابق محمد علي في بث مباشر عبر صفحته فيسبوك إنه التقى ببعض المعارضين للنظام في الخارج، واكتشف أن بينهم من يعارض بتكليف من أجهزة النظام لإرهاق المعارضة الحقيقية في الخارج. وكشف محمد علي عن تواصل عدد من الأحزاب المصرية معه يوم 25 يناير الماضي، لكنها لم تنزل الشارع، والتمس محمد علي لها العذر نتيجة القبضة الحديدية للنظام. سمعت ان في معارضه محترمين، وسمعت ان في معارضه على اتصال بالنظام في مصر، والنظام مطلعهم بره عشان يرهقونا او يجيبوا معلومات واسرار، فبيطلعوا في شكل معارضين. وفي ناس في المعارضه بيقول لك ملهاش اي لازمه، ده اللي انا كنت بسمعه. لكن طبعا انا عشان ما عشتش وسطيهم ومش عارفهم، وانا بقالي 15 سنه مع الجيش، ما كنتش بشتغل 15 سنه في العمل السياسي، فكده ما اعرفش حاجه عنهم. ممكن كنت اسمع اسماء زيكم كده من بعيد لبعيد، لكن احتكاك شخصي ما حصلش لحد الفتره اللي انا اتكلمت فيها وابتديت احتك بيهم. في ناس شفتهم شخصيا وقعدت معاهم، في ناس كان بيني وبينهم تليفونات كتيره جدا، ولكن برضو مش هقدر اوصل مين فيهم اللي خاين ومين فيهم اللي كويس ومين فيهم اللي وحش، والموضوع ده ما يشغلنيش اصلا لا من بعيد ولا من قريب. انا ماسك في مين؟ عبد الفتاح السيسي. انا يا جماعه كنت بشتغل مع الجيش، وبعدين وصلت لراس الهرم. اكيد راس الهرم ده مين البطل بتاعه؟ او عبد الفتاح السيسي. هو اللي مخوف الشعب المصري، هو اللي بيقتل في المعارضه، هو اللي بيفشل، فاكيد انا مش هسيب عبد الفتاح السيسي واروح ادور على المعارضه، مع احترامي الشديد ليهم جدا. للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول المتحدث باسم حركة أساس من إبريل خالد إسماعيل، وانضم إلينا عبر سكايب من القاهرة السيد أسعد هيكل المحامي والحقوقي. أهلا بكما معي. البداية معك سيد خالد، يعني ما تعليقك على ما قاله محمد علي بفكرة أنه بالفعل كان هناك تواصل بينه وبين المعارضة في الداخل وقبل 25 يناير، لكن القبضة الحديدية منعتهم من النزول؟ يعني بالتأكيد أتفق مع محمد. إذا كان الراجل بيقول إنه في تواصل، كان في تواصل مع جزء من المعارضة الداخلية داخل مصر، فطبعا الراجل مش محتاج إنه هو يقول كلام ما حصلش أو يكذب أو يدعي ذلك يعني. وبالتالي التواصل ما فيهوش مشكلة خالص، في أطراف كتيرة جدا تواصلت مع محمد علي منذ ظهوره في الأول من سبتمبر من العام الماضي، وبدأ التواصل معاه، منهم ليبراليين ومنهم جماعة الإخوان المسلمين ومنهم زي ما هو بيقول في ناس من المعارضين من الداخل. وبالتالي التواصل شيء، والنزول للشارع وتلبية رغبته شيء تاني. لأنه خليني أقول لحضرتك أنه كان في اعتقاد سائد بشكل كبير جدا بين الأطراف المعارضة أنه في خناقة أو في اشتباك ما بين جهتين داخل النظام، وان محمد علي محسوب على جهه معينه، وانه دي خناقه يعني مش عاوزين احنا نخش فيها، وهم الاثنين بيتخانقوا مع بعض عشان خاطر للحصول على مكاسب او للحصول على يعني تنازلات. وبالتالي ده يمكن شفناه في سبتمبر الماضي، وشفنا بعض الضغوط اللي تم ممارستها على عبد الفتاح السيسي، وشفنا تنازلات هو قدمها بعدها زي موضوع محمود حجازي واسامه عسكر واستبعاد ابن محمود السيسي من الرقابة الإدارية. وبالتالي كان في ضغوط متبادلة، ولكن خلينا نقول لحضرتك حاجة، يعني أؤكد إنه النزول حاجة والتواصل حاجة تانية خالص. نعم. عندنا في مصر كان في نزول من مجموعات معينة من الشباب بدأت تنزل وبدأت تتحرك، شفنا الكلام ده يوم 20 سبتمبر، شفنا بدأت الميادين كلها، مش في ميدان التحرير بس، شفنا في ميدان الشمس المحلة، وشفنا في اسكندرية، شفنا مجموعات في مجموعات الصعيد لأول مرة بتنزل. ولكن نزول المعارضة أنا أعتقد كان هو هيبقى الخطوة الثانية لو كان في استمرار للحشود والنزول في الشارع، وهو ده اللي كان بتخطط له المعارضة، أن يكون النزول بتاعهم السكند ستيب أو الخطوة الثانية بعد نزول الشباب. نعم سيد أسعد هيكل، تعليقك على ما قاله أيضا محمد علي فكرة التواصل مع معارضي الداخلي. يعني في الحقيقة أنا مش شايف ما يستدعي الاهتمام بمثل هذه الترهات. يعني لا أعلم، يعني محمد علي هو رجل كما يتحدث كان يعمل مع الجيش،
اختلف معه في صفقة ما تجارية، تحدث إلى الإعلام، دعا إلى أنها وساعد في عمليات القبض العشوائي. يعني كل بلد فيها من يعارض النظام سواء على طب ابقى معي سيد اسعد، لان يعني يبدو ان هناك مشكله في المصدر من الصوت من عندك. ابقى معي سيد اسعد. سيد خالد، يعني هل ترى انه ما زال حتى الان، يعني عندما خرج محمد علي وتحدث كان الكثير يستمع اليه ويتابعه، هل ترى ان هذا الزخم الذي حدث في بدايه ظهوره ما زال مستمر معه، ام انه فقد بريقه؟ شوف، بالتأكيد يعني محمد علي في سبتمبر 2019 غير محمد علي بعد 25 يناير 2020. ولكن خليني أقول لحضرتك نقطة مهمة جدا، في نقطة تحول أو في حاجة اسمها الشرارة بتحصل، إنه يبقى في ضغوط شعبية من المواطنين. أنا شايف دلوقتي إن المصريين بيتعرضوا لضغوط من كل الاتجاهات، الضغوط بتفرضها عليهم الحكومة عن طريق ظروف أو معيشة أو أوضاع معيشية سيئة جدا، واخرها كان ارتفاع اسعار الكهرباء بالامس، ظروف الخاصة بوباء كورونا، وشايفين كلنا مشاهد شديدة يعني كبيرة بيتم تداولها كل يوم عبر منصات التواصل الاجتماعي، بنشوف ان في ناس مرمية قدام المستشفيات مش لاقيها سرير عشان خاطر يعالجها، بنشوف في اوضاع سيئة جدا جدا، وبنشوف كمان في نفس الوقت انه في اغلاق للحياة السياسية، حتى ما فيش حد يقدر ان هو يعبر عنه، ما فيش حياة حزبية، ما فيش حياة سياسية، نواب العملية بتطبخ وبتتجهز، فبالتالي المصريين بيعانوا معاناة شديدة جدا. من ضمن هذه المعاناة سيد خالد، ربما ما كتبه او اعلن عنه استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة السيد حسن نفع، اعلن اعتزاله موقع التواصل الاجتماعي تويتر بشكل مؤقت خشية ان يتم اعتقاله مجددا. وقال نفع في تغريدة عبر تويتر: لم يعد المناخ ملائما للمشاركة بحرية في النقاش العام، لذا قررت تجميد هذا الموقع مؤقتا. وتابع: أما السبب فيعود إلى بلاغ تقدم به أحد المحامين اليوم للنائب العام، وكرر فيه نفس الاتهامات التي كان قد تقدم بها في بلاغ سابق تسبب في اعتقالي وحبسي ومنعي من التصرف في أموالي. سيد أسعد هيكل، تعليقك على ما كتبه الدكتور حسن نفع. يعني يعتزل الأستاذ حسن نفع هذا قراره، يعني لكن بشكل حيادي تام حسن نفع غير مؤثر، يعني ولا محمد علي مؤثر. الناس لازم تكون واقعية، الناس لازم تنظر إلى الشعب قبل أن تعارض السلطة السياسية. طب إذا كان غير مؤثر كما تقول الأستاذ أسعد، يعني هذا ما كتبه حسن نفع سابقا على تويتر أدى به إلى حبسه واعتقاله، وهو تخوفه الذي أدى إلى توقفه عن الكتابة على تويتر الآن عن نفس السبب. وهو يعني حبس أو لم يحبس، يعني ماذا سيفعل حسن نفع أو ماذا سيفعل محمد علي؟ يعني هنا أتحدث لحظة بس، يعني أنا هو سؤالك كان ماذا يفعل حسن نفع؟ هذا السؤال يوجه لمن يقوم بحبسه على كتابات يكتبها على تويتر. لا أنا لا سيبك من دعك من هذه الكتابات، يعني في تويتر ده ما بيخشوش غير مجموعات معينة، هي مجموعات نخبوية. أنا أتحدث عن القواعد الشعبية هنا. محمد يتحدث من أوروبا عبر اليوتيوب، وحسن نفع يتحدث عبر تويتر. خلينا بس نكون واقعيين. وما الذي جعل حسن نفع يتم اعتقاله في المرة السابقة؟ أليس ما كتبه على تويتر بعد بلاغ قدم ضده؟ انا لو حدثتك فيما يكتب ما يشاء، لكن انا احدثك عن تاثير ذلك لدى الشعب. الناس مش مستعده، ما حدش مستعد الايام دي يسمع هؤلاء. الناس مركزه في مكافحه وباء كورونا، مركزه في حالتها الاقتصاديه. ايضا دعني اصارحك، الناس متمسكه بقيادتها السياسيه في مثل هذه الظروف، في وسط جو يموج بالصراعات، ما يحدث في ليبيا من احتلال تركي لليبيا، وما يحدث من إرهاب في سيناء. في مثل هذه اللحظات الجميع يتكاتف، السلطة والشعب أو الشعب مع السلطة والجيش. لكن مثل هذه الأمور في الحقيقة يعني هذا ليس، يعني ببساطة شديدة ليس وقته تماما. ثم أن كثير من هؤلاء فقد مصداقيات، يعني إذا عدت بك إلى 9 أو 8 سنوات حينما اعتلى هؤلاء أو كان هؤلاء متصدرين المشهد وكانت لديهم الفرصة، هم خيبوا أمل القوى الثورية قبل أن يخيبوا أمل الشعب، لم يتحدوا ولم يتكتفوا، وهرولوا وراء جماعة الإخوان المسلمين التي غررت بهم واختطفت منهم الثروة والثروة أيضا. وبالتالي يعني
مثل هذه الكتابات أو هذه، لكن من قبض على حسن نفعه وحبسه ليس الإخوان المسلمين، من قبض على حسن نفعه هو النظام السياسي الحالي بناء على محامي محترم زي حضرتك قدم بلاغ ضد حسن نفعه على كتاباته على تويتر. لا 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 حضرتك ما تقارنش المحامين دول بحضرتك، المحامين دول متفرغين للبلاغات، احنا مش بتوع البلاغات دي حضرتك. أستاذ أسعد لك كل الاحترام، لك كل الاحترام كما كل لكل المحامين الاحترام أستاذ أسعد هيكل، لكن أنا أتحدث عن واقع حصل بالفعل أن الرجل تقدم ببلاغ وتم اعتقاله بناء على هذا الأمر. ابقى معي سيد أسعد، تعليقك أستاذ خالد على ما كتبه السيد حسن نفعة من توقفه عن الكتابة على تويتر تخوفا على اعتقاله مرة أخرى. طيب شوفوا انا يعني من من واقع علاقتي بالدكتور حسن نفعه، الدكتور حسن نفعه يعني شخصيه محترمه وراجل اكاديمي واستاذ علوم سياسيه، فاحنا مش يعني مش فاهم هو النظام عاوز يتكلم في ايه، يعني كان في اقتصاد منزلي مثلا ولا يقدم برامج طبخ ولا يعمل ايه، يعني الراجل بيتكلم في الشيء اللي درسه، بيتكلم من منطلق اكاديمي من كونه استاذ علوم سياسيه. ولكن خليني اقول لحضرتك على حاجه، استاذ برغم ان الدكتور حسن نفعه لا ينتمي لاصحاب النزعه الثوريه الا ان ده كله لن يشفع. الدكتور حسن نفعة خليني اقول لحضرتك انه في 2013 وبعد صفد اعتصام رابعة كان الراجل كان بيقدم جهود معينه وكان على تواصل مع جميع اعضاء المجلس العسكري في مصر، واحنا اشتركنا معاه في مبادره او ورقه حل كان مقدمها وضمنا عليه عشان خاطر كنا يعني اعتقدنا ان كان في اصوات عاقله داخل النظام ممكن تحاول ان هي تخرج بالبلاد لبر الامن، وللاسف الشديد ده الكلام ده طلع مش حقيقي. خليني اقول لحضرتك ان الدكتور حسن نفعه كل اللي كتبه الكام يوم اللي فات انا راجعت كل التغريدات اللي كتبها، ولكن طبعا كان في تغريدات هم شايفينها بالنسبه لهم هم دي حاجه يعني تعريهم وتكشف عوراتهم، يعني زي التغريده اللي اتكلم فيها عن كورونا الاستاذ اسعد هيكل بيتكلم على كورونا دلوقتي، الدكتور حسن نفعه انتقد انه العمليه بتتم بالفهلوه في غياب التخطيط السليم والعلم والكلام ده كله، بنلجا للقوى الغاشمه، فالكلمه دي تقريبا يعني وجعتهم شويه وعشان كده تم تهديد الدكتور حسن نفعه اعتقد كده. كمان كان في تغريده انتقد فيها بشياكه وبلطف قوي المبادره المصريه، وقال ان هي تمت في وقت غلط وان هي مش صحيحه وان هي النظام المصري مش منفتح على جميع الاطراف ومش محايد، وبالتالي انتقد المبادره المصريه، واعتقد ان دي كمان كانت من ضمن الاسباب اللي يعني ادت بيها ان هو يتم تهديده وان هو ينسحب من مواقع التواصل. ابقى معي سيد خالد، لان انا اريد ان استفيد بوجودك وجود أستاذ أسعد هيكل فيما أعلنت الحركة المدنية رفضها لمشروع القانون الانتخابات الذي تقدم به ائتلاف دعم مصر البرلماني وأقرته اللجنة التشريعية بالبرلمان. ودانت الحركة في بيان لها اليوم إصرار الأغلبية البرلمانية على إصدار هذا القانون دون حوار مجتمعي جاد لصالح قانون يغلب مصلحتها في الانتخابات القادمة ولو على حساب التجربة البرلمانية برمتها. وأشارت إلى سعي أحزاب ائتلاف دعم مصر وهي أحزاب الموالاة الداعمة لنظام الحكم الحالي إلى انتهاج أساليب الحزب الوطني ذاتها في السيطرة على المجالس الانتخابية وفي التعامل مع الانتخابات على أنها إجراءات شكلية. وطالبت الحركة بضرورة مشاركة جميع الأحزاب والقوى السياسية في إخراج مشروعات القوانين بطريقة ديمقراطية تتيح للشركاء المفترضين في اللعبة السياسية أن يكونوا شركاء أيضا في وضع قواعد هذه اللعبة. أستاذ أسعد هيكل، ما رأيك في هذا البيان؟ يعني مع احترامي وتقديري طبعا لقيادة الحركة المدنية المصرية، لكن العبرة مش بالبيانات في الحقيقة، العبرة بما يحدث على أرض الواقع. أين هذه الحركة في الحياة السياسية المصرية؟ هي عندنا إشكالية كبيرة جدا، الأحزاب السياسية في مصر شبه مجمدة، لديها صراعات داخلية، لا يوجد ما يشبه الحياة السياسية في مصر. على أي حال يبقى مثل هذا البيان على درجة من الأهمية، يجب في حقيقة الأمر أن تلتفت إليه السلطات وأن تعيد النظر. مشكلة الأحزاب أستاذ أسعد حتى نكون محددين، هل هي متعلق بمشكلة داخلية أم أن مشكلة المناخ الخارجي أيضا له تأثير كبير على ذلك؟ لا يعني أكون أكثر صراحة، يعني أقول أن السلطة، يعني تدخل السلطة في عمل الأحزاب السياسية، إذا عملت حصر بالأحزاب السياسية في مصر، الأحزاب حتى الشهيرة أو القديمة معظمها فيها منازعات حزبية، ولجنة شؤون الأحزاب لا تحسن مثل هذه الصراعات، وبالتالي تقريبا أحزاب مجمدة وليس لها أي تأثير في الواقع. ومن هنا يعني يجب التركيز على إحياء هذه الأحزاب مرة أخرى وتنظيمها، ومن الأفضل في إحياء الحركة أيضا كما توجه انتقادات للنظام أن توجه انتقادات للأحزاب وللمعارضة
يجب أن تنظر المعارضة إلى نفسها وأن تبحث فيما ارتكبته من أخطاء عبر السنوات الماضية قبل أن تنظر إلى أخطاء السلطة. لكن في نهاية المطاف يعني من ناحية الدستورية، الدستور يعني منح الحق المشرع في أن يجري انتخابات مجلس النواب ما بين نظامين القائمة والفردي دون نسب محددة. إذا كان المشاورات الآن تجرى حول 50% قائمة، فأنا أعتقد أن هذا إلى حد ما عادل، بس يجب أن تكون القائمة هنا قائمة نسبية. أن يكون النجاح نسبي وليس مطلق، بمعنى ان كل قائمه. ابقى معي استاذ اسعد عذرا لان الوقت قرب على الانتهاء، واريد ان اشرك سيد خالد اسماعيل في هذا الامر ايضا فيما يخص ما اعنته الحركه المدنيه. وسيد اسعد يقول الا تكتفي بهذا البيان، وان نعيش في حاله صعبه كاحزاب عندها مشاكل داخليه وايضا لتدخل السلطه بشكل او باخر. استاذ مجاهد انا اختصر لك الموضوع عشان الحديث حوالين التفاصيل الصغيره دي كلها غير مفيد تماما، يعني هقول لحضرتك ليه غير مفيد. الفنان الراحل خالد صالح كان ليه جمله شهيره قوي في عماره يعقوبيان، في فيلم عماره يعقوبيان، قال فيها انه من حق كل اي حد ان هو يترشح، انما مين اللي يوصل لمجلس النواب ده دي بتاعتنا احنا. ده كان الرائع خالد صالح كان بيتكلم وبيبدع وبيقول المشهد ده، يعني بيتكلم على مشهد اداره سياسه مبارك للعمليه الانتخابيه، كلنا شفنا الكلام ده، كان الحزب الوطني واحمد عز والمجموعه دي كلها يعني. فده كان بينطبق على سياسات مبارك. دلوقتي احنا بنتكلم من كل واحد من حقه ان هو يفكر ان هو يترشح، ومن حقنا كمان ان احنا نموت السجن. احنا عندنا زاد العليمي وحسام مؤنس والشنيطي، عندنا اي وعندنا مجدي الصياد قبل كده اتحبس وكان تهمته ان هو عضو في حزب الكرامه. يعني انا بتكلم الامور، انت بتتكلم مع مين، بتتكلم مع مين وبتقول لي مين نعمل حوار مجتمعي، وبتقول لي مين ان احنا نرجع نفك الحياه السياسيه المجمده من 2015، وبتخاطب مين؟ يعني انا بدعو كل الاحزاب السياسية للأسف الشديد، بدعو كل الأحزاب السياسية الموجودة داخل مصر إن هي يعني تنتهج نفس المنهج اللي عمله تيار الكرامة، إن هم تجميد النشاط السياسي في مصر هو ده المناسب الوحيد أو الرد الوحيد اللي ممكن يترد بيه على هذا النظام. أشكرك شكرا جزيلا السيد خالد إسماعيل المتحدث باسم حركة ساس من إبريل، والشكر موصول أيضا للمحامي والحقوقي السيد أسعد هيكل، شكرا جزيلا لكما. في نهاية المسائية نشكركم على طيب المتابعة، نلقاكم غدا بمشيئة الله في مسائية جديدة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.